ادي صدور الفراخ. وبعدين التتبيل بتاعها بقى معايا توم نفري وشويه هريسه شطه، ملح وفلفل وليمون، عصير ليمون وعسل، تمام. والزبده دي للتسويه، هنخليها كده شويه وهحط شويه زيت. طب تعالى نحط الزيت، ادي الزيت، تمام. ونبتدي بقى، هناخد شويه ملح وناخد الفلفل اللي هو مجروش، ملعقه صغيره، وهناخد ملعقه كبيره من الثوم المفري، اوكي، وهناخد العصير الليمون، وهناخد العسل، ثلاث معالق عسل، ثلاث معالق ليمون عصير يعني، اوكي، وشوية ايه هريسة، مش كتير قوي هنا لانه بعد كده هزود الصوص بتاعي، من ذلك يكون ايه حار شوية الصوص بالذات اللي هو هقدمه ابار. يعني ايه ابار؟ يعني يتقدم على جنب. دي لتتبيلة الفراخ نفسها، وبعدين الصوص بتاعي بعد ما يتعمل ابقى ايه ازوده شوية شطة. طبعا ده يرجع لكم، يعني عايزينه قد ايه حراق دي بتاعتكم، ترجع لكم. في الحدوتة دي هتبل صدور الدجاج، شايفين لما اتعملت بقى دقت وكده بقت ايه تقريبا كلها سمك واحد. دي تتساب بقى كده شوية ايه ربع ساعة ولا حاجة. اوكي، نشيل بقى الحدوتة دي على جنب كده. طيب دي هتنسيب شوية قلنا، وبعدين هبتدي بقى اخد مقادير الصوص، مقادير الصوص. بابريكا، معلقة كبيرة بابريكا، ملعقة كبيرة زنجبيل، ثلاث معالق من زبدة فول السوداني، يعني تقريبا هم دول. اوكي، خليني بقى ايه نحط عليهم شوية زيت نونة عشان يتقلبوا كده. وريني كده، نزل بقى ده كده ونخلط الكلام ده مع بعضه، يمتزجوا تماما مع بعضهم. يلا نرد بقى، نرد الفراخ تاني. وغطي، نغطي بقى برضو، رد دول. يلا ونغطي، هنسيبها كده لايك 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، ونبتدي نغرف. طبعا هنا انا عاملها يعني تتقدم ايذر، يعني تقدموها مع فيتوتشيني او تلياتيلي، يا مع رز ابيض اللي تفضلوه. عشان
تبقى ايه مناسبة في الحجم كده اهو. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.